إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، فمدير هذا الحفل الدكتور مامون الجرار ومديره والمندوب المساهمين في هذا الحفل الكريم وأساتذة القسم العربي بجامعة مومباي والضيوف الأجلاء من بلاد تركيا والمستمعون الكرام، إني في هذه المناسبة الكريمة أحمل في يداي جملة القول التي قلته في مذكرة أخرى تفصيلية، وهذه خلاصة أو تلخيص تلخيص المقال. نعم، فها أنا سعيد بهذا الوقت إذ أقدم أفكار الإمام سعيد النورسي تجاه فضل الإسلام على المجتمع البشري. وهذه صفحات 4 وإني لم أستوعبها، بل ما يتعلق بهذا الموضوع المناسب إني أقرأها عليكم. فأيها السادة والحضور، إن الإسلام يدعو الإنسانية جمعاء إلى الأمن والاستقرار والسلام والوئام، فإن الإسلام من سلم والمعنى الأمن والسلام. وسمى القرآن خالق هذا الكون بالسلام والمؤمن، ومعناه القائم بالأمن والسلام بجميع معانيه ومقتضياته. وما أرسل الله تعالى النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بث ونشر دين الأمن والسلام، والإسلام كذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال: المؤمن من اعتبره الناس أمينا على النفس والمال، أو كما قال. وأيها الحضور، إن الله تبارك وتعالى جعل الدين مركزا إسلاميا يدور حوله رح الأمن والاستقرار والهدوء والسلام، وأن تاريخ الإسلام كله حافل بالقصص العملية للأمن والسلام، كحلف الفضول وصلح الحديبية وخطبة الفتح ورسالة حجة الوداع والسلوك الحسن مع أهل الذمة وأهل الكتاب ومع الأسارى، وتجدون في كل مكان من الأمثلة الرائعة للمحبة والمودة والأخوة والمساواة والتسامح والإنسانية، ولا سيما في عقيدة التوحيد واحترام الإنسانية والوحدة الإسلامية والانسجام والوئام والمساواة والمواساة والتحالف والتوادد والجهاد في سبيل الحق والعدل والإنصاف والأمن والسلام والهدوء والاستقرار. ففي كل منها يبرز ويتجلى روح الأمن والسلام في أحسن وجه وأفضل طريق. فالإسلام وحدة لا تتجزأ، ولكن هذه الوحدة
تشتمل في الوقت ذاته وجهات مختلفة، وتحتوي على وجوه وألوان وأنواع من النظم والمعاملات والتشريعات تجتمع وتتحد في أصلها وروحها وجوهرها، وتلتقي على نقطة واحدة وهدف واحد. فالإسلام عبادة في المسجد، وكفاح في المجتمع، وجهاد في الميدان، وهو إيمان في ناحية، تشريع في ناحية أخرى، عاطفة في مكان، وتفكير وتدبر في مكان آخر. فيه الصلاة، وفيه الزكاة، وفيه الحج، وفيه الصدقة، وفيه البر والإحسان، وفيه التضحية والإيثار والاستقامة والثبات، وفيه الدعوة إلى الله والنضال في سبيله، وهو دين الفرد ودين الجماعة ودين الدولة والمجتمع. فمثل الإسلام في ذلك كمثل جنة عالية واسعة ذات أزهار وثمار، ينتقل فيها الرجل من جميل إلى أجمل، ومن حسن إلى أحسن، يأخذ بلبه كل زهرة جميلة، وتلفت أنظاره كل وردة عطرة، وتغريه كل روضة من روضات هذه الجنة الواسعة، وتبهره بجمالها وروعتها وبهائها. ولكنه يعلم أن هذا الجمال جزء من ألوانه الزاهية. كذلك شأن الإسلام، فكل ركن من أركانه وكل تشريع من تشريعاته يرمز إلى وحدة شاملة تحيط بجميع أجزائها. فأيها السادة، نظرا إلى هذه التعاليم السمحاء وعالميته وإرشاده للفرد والمجتمع، فإن بلاد تركيا قلما شهدت في تاريخها الحديثة رجلا فذا وبطلا عظيما وداعيا ومجاهدا مثلما شهدت خلال تطورات حديثة في القرن العشرين. وهي بديع الزمان نورسي، هو نجم تألق في سماء سوريا، عفوا في سماء تركيا، وأضاء تركيا والعالم كله بنوره الوهاب، بينما هي صارت لقمة مبتلعة للحضارة الغربية وثقافتها. فإنه ناضل عن الإسلام بكل وسائل محدودة من قوة إيمانية وبطولة صادقة بتأليفاته وأفكاره التي وهبها الله سبحانه وتعالى، وبجهوده الفعالة عادت أجيال إلى الإسلام والإيمان. منذ أن كان طفلاً بدأت عليه مؤشرات الذكاء والفطانة، وتلمذ على أيدي العلماء البارزين والمشايخين الممتازين، أدهشهم بحد ذكائه وسرعة فهمه وحفظه وبحدة فطانته، حتى نال الإجازة وهو من 14 من عمره. فكانت له يد طولة في العلوم العقلية والنقلية، وقد قيل عنه أنه حفظ 80 كتابا من مصادر الكتب. هذا ما كنت كتبته عن حياتي موجزا، ولكن كما أرى بأن الوقت قد يعني يتضايق جدا أن نبين حياته التفصيلية، ما أنه هي مجملة، لكن في المجمل تفصيلا، والوقت لا يسمح لنا بأن أملي عليكم وأقرأ عليكم كل شيء. على كل حال، فمن بين الرسائل التي كتبها النورسي، والله إنها خزينة، وهذه الرسائل تحمل في طيها معاني جمة وخلقا حسنا. وإنه استوعب في رسائله من جميع، يعني خاطب فيه من جميع الناس، من شبان، من شيوخ، ومن أقوام، سواء يحملون الدين الإسلامي أو لا، لكن إنه خاطب جميع الناس، لأنه كانت دعوته على أساس الأخلاق والإيمان. فإن هذا الشيخ وأميرنا الإمام سعيد النورسي
رحمه الله وأدخله في جنات في فسيح جناته، فإنه عمل ما عمل، فيقول في إحدى رسائله: فقد لاحظ الأستاذ سعيد النورسي أن الإنسانية تتخبط في مفاهيم عنصرية وقومية ونفعية تزيد معاناتها، لذا يقدم إنه قدم حلولا أخلاقية كثيرا، فمن بينها الحلول التي تعرض لها للمشاكل العائلية والاجتماعية، ويقول: وبدراسة رسائلي وكتبي نجني ثمارا عديدا في معالجات المشاكل الفردية الاجتماعية وبإصارة القوم، نستطيع أن نرى في شخصيتي أنه قدم حلولا للمشكلات الاجتماعية خلال الرسائل، وقام بإجراءات علاجية لمشكلة التقليد، وكما عالج مشكلة العنف والعدوان، وبحث عن أسباب الفقر وعالجه علاجا دقيقا، وبحث عن عوامل العنصرية وقدم لها حلا صحيحا، وقضى على الاستبداد السائد في المجتمع وأنواعه، وبين خصائص البيئة التركية وانعكاساتها في رسائل النور، وقدم لنا حالات البيئة الاجتماعية في تركيا في العصر الذي عاش فيه، وعالج المشكلات بخمسة أسس تشكل منظومة متكاملة من القيم الثابتة، وبذل الجهد في تكوين العلاقات الاجتماعية أن تكون قائمة على المحبة، وقام بإصلاح النظام التعليمي في المجتمع، وربط العلم بالدعاء والعبودية لله، وقام الإجراءات العلاجية لمشكلة الطرف الاستهلاكي، وعين المفهوم الحقيقي للاقتصاد، وذكر فوائده، وقال: إن اتخاذ الطيبات في الحياة الدنيا هي وسيلة للسعادة الأخروية، وحب التقليد للحضارة الغربية داون وضال، وما إلى ذلك من موضوعات شتى التي تعالج المجتمع البشري وتجعله على الصراط السوي، مع استمرار جهوده الإصلاحية بأساليب متنوعة في جوانب الحياة كلها، واهتم بقضايا عصره اهتماما بالغا، وعالج مشاكل المجتمع وركز العلاج لجميع المشاكل على أساس الإيمان الحقيقي بالله واليوم الآخر، وكان له منهج متميز في معالجة مشكلات الفرد في تربية الاعتقاد والتفكير وتربية الدوافع والغرائز وتربية السلوك، أما في معالجة مشكلات المجتمع وتربيته فكان منهجه إصلاح الأسس الأخلاقية وإصلاح العلاقات الاجتماعية وإصلاح النظام التعليمي وإصلاح نظام الحكم، وذلك عن طريق القصة والحوار والأسئلة بإيراد الأمثلة التطبيقية العملية. ونبه الإمام النورسي إلى قانون العدالة مستمدا من عدالة القرآن الكريم، فيتضح لنا أيها الإخوة جليا بأنه بأفكاره وكتاباته بذل جهدا كبيرا في توحيد الأمة الإسلامية وإيقاظهم من سبات الأميق، وجمع شملهم ووطد قواهم وجعلهم على رصيف واحد، فأولئك أبنائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.